رسالة بولس الرسول إلى فيليمون. بولس أسير يسوع المسيح وتيموثاوس الأخ إلى فيليمون المحبوب والعامل معنا، وإلى أبيفية المحبوبة، وأرخبوس المتجند معنا، وإلى الكنيسة التي في بيتك. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أشكر إلهي كل حين ذاكرا إياك في صلواتي، سامعا بمحبتك والإيمان الذي لك نحو الرب يسوع ولجميع القديسين، لكي تكون شركة إيمانك فعالة في معرفة كل الصلاح الذي فيكم لأجل المسيح يسوع، لأن لنا فرحا كثيرا وتعزية بسبب محبتك، لأن أحشاء القديسين قد استراحت بك أيها الأخ. لذلك وإن كان لي بالمسيح ثقة كثيرة أن آمرك بما يليق من أجل المحبة، أطلب بالحري إذ أنا إنسان هكذا نظير بولس الشيخ والآن أسير يسوع المسيح أيضا، أطلب إليك لأجل ابني أونيسيموس الذي ولدته في قيودي، الذي كان قبلا غير نافع لك ولكنه الآن نافع لك ولي، الذي رددته فاقبله، الذي هو أحشائي، الذي كنت أشاء أن أمسكه عندي لكي يخدمني عوضا عنك في قيود الإنجيل، ولكن بدون رأيك لم أريد أن أفعل شيئا، لكي لا يكون خيرك كأنه على سبيل الاضطرار بل على سبيل الاختيار، لأنه ربما لأجل هذا افترق عنك إلى ساعة لكي يكون لك إلى الأبد، لا كعبد فيما بعد بل أفضل من عبد، أخا محبوبا ولا سيما إلي. فكم بالحري إليك في الجسد والرب جميعا، فإن كنت تحسبني شريكا فاقبله نظيري، ثم إن كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين فاحسب ذلك علي. أنا بولس كتبت بيدي، أنا أوفي حتى لا أقول لك إنك مديون لي بنفسك أيضا. نعم أيها الأخ، ليكن لي فرح بك في الرب، أرح أحشائي في الرب، إذ أنا واثق بإطاعتك. كتبت إليك عالما أنك تفعل أيضا أكثر مما أقول، ومع هذا أعدد لي أيضا منزلا، لأني أرجو أنني بصلواتكم سأوهب لكم. يسلم عليك أبفراس المأسور معي في المسيح يسوع، ومرقس وأرسترخس وديماس ولوقا العاملون معي. نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم. آمين. إلى فيليمون كتبت من روميا على يد أونيسيموس الخادم.